معول الهدم الحكومي يطال هذه المرة جامع السراجي رمز قضاء أبي الخصيب في البصرة، بعد أن طال التدمير الممنهج معالم عرف بها العراق على مر التاريخ لا سيما البصرة، بحجج واهية لتغيير هوية المدينة التي نالها الخراب على يد حكومات الاحتلال إلى جانب تغيير تركيبتها الديموغرافية. شد وجذب بين الوقف السني ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني حول هدم الجامع، والأخير يرد بأنه اتفق مع الوقف السني حول آلية لنقل منارة الجامع إلى مكان آخر بغية توسيع الطريق العام. اتفقنا مع الإخوان بالوقف السني لأنه هذا المسجد صار في الطريق، وتوسعة الطريق راح تكون المنارة في توسعة الطريق. أكو تقنية سابقة مستخدميها العراق أنه هذه المنارة تنقل، يمكن أن تقطع إلى 4 أجزاء أو 5 وتنقل كمنارة وترجع تنصب مرة أخرى. بيان الوقف السني الذي أنكر فيه موافقته على هدم الجامع لم يمحو تاريخه في التواطؤ والتنازل عن المساجد والعقارات لصالح الوقف الشيعي، مما أثار مخاوف أهل البصرة بإزالة الجامع وذهاب إرث ديني وحضاري يمتد إلى 3 قرون. مسلسل التغيير الديموغرافي الذي لحق بمناطق شاسعة من العراق بعد عام 2003 طمس الكثير من تراث العراق الديني برعاية الحكومات المتعاقبة وأحزاب الخراب والميليشيات الطائفية وقوى الإرهاب التي دنست تاريخ وحضارة البلاد، تارة بحجة الاستثمارات والتطوير وتارة بحجة توسيع الطرقات، والهدف الواضح تغيير هوية العراق ومعالمه الدينية التي تحظى بأهمية بالغة وقيمة عليا في نفوس العراقيين على اختلاف مشاربهم.